اهلا بكم مشاهدينا من جديد. تنضم الينا في الاستوديو طبعا اليوم الفنانه العراقيه مها الألوسي التي تقوم باخراج الشموع من اطارها التقليدي لتكون اقرب الى التحف الفنيه كما نشاهد معنا هنا على الطاوله اليوم. الشموع بالنسبه لمها قصه تحكي الوقت، وايضا دراستها للهندسه المعماريه اثرت في ابداعاتها لتحول قطعه الشمع الواحده عند ذوبانها الى شمعتين او ثلاث او اكثر، ومن ثم تعود إلى شمعة واحدة. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو الفنانة العراقية مها الألوسي. صباح الخير يا مها. يعني من الهندسة المعمارية صار في اهتمام عندك بالشموع، إيش سر هذا الاهتمام أو الارتباط يعني؟ هي الهندسة المعمارية دائما كانت توجهي في البناء هو أنه أجسد الوقت. الوقت. الشمعة جتي كمرحلة ثانية، كان دائما اهتمامي انه كيف ممكن ان نجسد الوقت. ايوه. وحاولت في تشكيلاتي المعمارية وفي ايضا فني انه انا فنانة ايضا انه اعبر عن الوقت. بس في سر لاهتمامك هذا بالوقت تحديدا؟ عائلتي الألوسي هم مشهورين انه يكتبون عن فلسفة الوقت وبالدين وكتابات ابو الثناء الألوسي وكليتهم، فلذلك الخلفية تبعي كلش متأثرة بهذا. فانت اردتي الشمعة وهي تحترق يعني تمثل كل فترة زمنية من احتراق. نعم وان تمثل شيء احنا نعيشه، هي الحياة، انه الوقت يقضي وكيف احنا ما نقدر نوقفه. الكل يندب حظه انه انا كبرت مثلا. صحيح. انا حاولت انه اعبر عن مضاء الوقت وزواله بقصه جسدتها، لذلك اختاريت الشمعه، لانه بالنهايه في بحثي كان كيف اسرد قصه الوقت. حتى تعبر لي على هذا بطريقه تسعدني. طيب بالإضافة للتصاميم طبعا أنت كان في براءة اختراع لكيفية أنه تحولي هذا التصميم من تصميم على ورق إلى أنه الشمعة فعلا تتحول من شمعة واحدة إلى اثنين إلى ثلاث، حدثينا عن كيف توصلتي لهذا التكنيك يعني. والله ودعتش هو الشيء اللي خلاني أنه أصل إلى براءة اختراع هو رغبتي القوية بأنه أستعمل لغة الشمعة أنه تسرد قصة، فالاختراع هو جاء بعدها. يعني انا كانت الرغبه وانه اوصل الى نتيجه. شو الخطوات؟ اكتب لغه بهذه المواد. هم من عالم الشموع كلهم متعجبين انه انا حققت هذا الانجاز، والحقيقه انا يعني بالنهايه كانت اختراع، لكن هي بدت رغبه انه اوصل الى نتيجه، والحقيقه كانت سهله مو صعبه لانه الفكره كانت واضحه. ايه طيب مها، يعني احنا شفنا الان فيديو وبنشوف الان فيديو لاحتراق الشمعه بس عشان نفهم يعني المشاهد الفكره اللي حتوصلها، اذا تشرحي لنا. الخيوط اللي بداخل الشمعه، الفتيله احنا نسميها، هي في عاده بالشموع التقليديه هي عموديه. لكن أنا لأن الأشكال الشموع هي مختلفة والفتيلة اضطريت أنه أخليها تتبع الجسد، جسد الشمعة. أي. وبعدين في تفرع اللهبات كانت هذا نقطة جدا مهمة، أنه كيف ممكن في صناعة الفتائل ما موجود هيك شيء. أي. فهذا كان النقطة مهمة أنه ألقي الحل إلها، وهذا تشوفيه انه هنايا في هذه النقطة في كل تفرع يصير فتيلتين، وهاي اللحظة جدا جدا حلوة. هنايا بالافلام تشوفوها كتسريع، لكن لما تعيشيها تخليش ترجعك بحياتك تأملية. صح. مها بشكل سريع كمان احنا يمكن شفنا الشمعة اللي جنبك الكبيرة كمان، يعني اللي هي كمان تكشف لحظة النهاية، يعني في النهاية ممكن تضعي انت شيء في داخلها. في داخلها بالضبط. أيوة. اللي هي هذه نحن نتكلم عنها الآن. مش عارفة إذا ممكن يحطوا الكاميرا. فلما تنتهي عملية الاحتراق بتحطي شيء داخلها، يعني تنكشف في اللحظة الأخيرة. تحفة فنية هي. حتى خلال احتراقها لما هنا تحطين ورود وفاكهة. أيوة.
الذوبان يمتزج مع الطبيعة، مع إبداعاتك أنت، مو إبداعات مها وحدها، لكن الشخص اللي يستعمل الشمعة أنطي المجال. طب أنت كنت بدأتي بتصنعي يدويا صحيح؟ صحيح. وبعدين تطورتي، إذا تحكي لنا عن هذا التطور. أنا بديت بالجراج مالتي، أفتخر أقولها لأنه بيها مشابهات. بعدين شوي شوي صارت عندي فكرة أنه أعملها كشركة، وبعدين عملت مع معهد المعوقين في برلين وأنتجنا مئات من القطع. ثم تحولت إلى الصين، يعني صار عندي إقبال كثير، والقطع اللي ينتجوها كانت قليلة، 700 قطعة بالشهر، بالصين أنتجت آلاف من القطع. وبعدها التقيت بمستثمر اللي هو في كندا، كنديان، وبنينا سوية معمل. أنا عندي الآن مصنع في كندا في فانكوفر. كم أسعارها بس يا مها بشكل سريع؟ أسعارها بين 10 يورو و 30 يورو. ممتاز. وهذه هي قطع فنية خاصة تستحق أكثر يعني طبعا على المجهود اللي فيها. نود أن نشكر طبعا الفنانة العراقية مها الألوسي على تواجدها معنا، وعلى أنه طبعا شاركتينا هذا الإبداع. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.